السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة فلتر بيض الطيور، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ودرس جديد. وحلقتنا اليوم تحكي عن موسم 2024. موسم 2024 بتوقع بنسبة 70% من عبيدابعنا و 70% من مربي طيور الكناري كان أسوأ موسم مرق على تاريخ إنتاج الطيور. الأسباب كثير، ولكن راح أعدل لك الشغلات الرئيسية اللي صارت بهذا الموسم. لا تقول أنا فشلت. لا تقول انا فشلت، يعني في كثير من المربين خي ولا بيقول لي ابو مصر انا ما انتجت بهي السنه بشكل كويس، يعني لازم يكون في عندي بكل جوز انتاج ولازم يكون يتراوح بين ال 20 لل 25 فرخ، ولكن الانتاج كان عندي ضعيف جدا. في عندي انا بالنسبه لي في عندي افراخ، في عندي طيور انتجت بشكل صحيح، في عندي طيور لا ما انتجت، في عندي طيور طالعت افراخ وبعد ما صارت الافراخ بعمر 3 ايام 4 ايام ماتت. ما لها علاقة بالنقطة السوداء، عدم اطعام الاهالي. في عندي طيور وصلت للانتاج وزن بغيار ريش. طيب شو هي الاسباب اللي صارت او شو هو ليش؟ يعني ما حق لا اقول لك شغله كمان، مربي حصون وكنار. وفي كثير من مربي حصون رح يعيد لي هذا الكلام. هاي السنه تقلبات المناخ اللي عم نشوفها ما مرقت ولا باي سنه، حاليا انا عندي برا الدنيا مطر. مطر. لما بصير في عندي تقلبات في مناخ المربي فيه الطير او تقلبات في الطقس، ارتفاع درجات حراره، انخفاض درجات حراره، الاضاءه ايضا تلعب دور، الاضاءه بتلعب دور، لان في مثلا انا بشتغل على التايمز، التايم عند الساعه 8 لازم يشتغل، الساعه 7 مثلا او عفوا الساعه 7 لازم يشتغل، الساعه 7 لازم يكون الدنيا برا ضوء، هلا صعب الساعه 6 الدنيا عتم، 6 ونص الدنيا عتم بسبب تقلبات الطقس وتقلبات المناخ. ايضا الطير اعتاد على دخول اشعه الشمس لغرفه الانتاج تبعه من الصبح للمغرب تقريبا، فجاه طب غم ما في اشعه شمس، فجاه طب غم من 21 22 درجه حراره لل 10 15 12، وبالعكس وبالعكس ايام درجه الحراره منخفضه طب ارتفعت درجه الحراره بالنهار. هاي العوامل كلياتها سبب رئيسي لخسارتي وخسارتك انت كمربي في موسم 2024. هاي أول. ثاني شغلة، الأصدقاء اللي حكوا معي من تركيا وتجربتكم اللي شفتوها أنتم والدروس اللي حكيتها سابقا وقلت لكم بدكم تنتبهوا من شركة الكابتن ماجد للإنتاج والتوزيع الفني، لأنه ما له علاقة في الأدوية خالص، إنتاج وتوزيع فني ترى بتنبهكم شركة الكابتن ماجد. الأدوية اللي جابوها والمستحضرات اللي جابوها والمغذيات اللي جابوها لا تنفع، لا تنفع بل تضر. كل واحد جربها شاف النتيجه فعلا. انا ما مرق علي شركه ادويه في العالم مصنعه لدواء بيعالج جميع الامراض. تخيل يا رعاك الله. بيعالج كوكسيديا، بيعالج ميجا بكتيريا، بيعالج الكبد، بيعالج التهاب القانصه، بيعالج الامراض التنفسيه، بيعالج النقطه السوداء، ما دواء. ممكن هالشيء يصير؟ ما بعرف، انا اتساءل ممكن هذا الشيء يصير ولا لا. شغله ثانيه، اكثر من سته او سبعه تواصلوا معي، ابو نصر جبنا من هذا المنتج، ما راح احط صور، بس شفت شركه الكابتن ماجد عملوا باي باي. الطيور كانت منجي وانتج من البطن الاول من اعطاء علاج بيعمم او بيساعد في عمليه الانتاج فقد الخصوبه هذا الطائر. فقدان الخصوبه. تقديم الفيتامينات بشكل عشوائي ايضا كان سبب بظهور النقطه السوداء بشكل كبير. يعني اكثر الاكثريه اللي ماتت عنده فراخ كان سبب النقطه السوداء. تقديم الفيتامينات بشكل عشوائي. لازم تنتبه وتعرف شو عم تعطي وتعرف كيف عم تقدم وشو هي المواد اللي بتستخدمها وشو هي المواد لازم ما تستخدمها. الشغله الثالثه، من الاسباب تزويج بلاك 23 لبلاك 23، يعني لا الذكر سبق له ان تزوج ولا الانثى سبق لها ان تزوجت. في طيور بتنتج ما راح تكون قاعده عامه، ولكن في طيور ذكر مع انثى غشيمين عم يعطيك فراخ والفراخ عم بتموت تحت الاباء ما عم يعرف طعمه.
حنيت الإناث الزايدة، يعني هاي السنة أنا مرق علي أزواج عن جد شيء بيبهر، شيء بيبهر. يعني عبشيلة من هيك امسكها هيك من تحت من على العش، امسكها هيك لتقوم بس قامت ثانية طق رجعت على العش مباشرة، ضلت حابسة على الفرح، كابسة على الفرح ليه. ذكر مو موجود عنده، مو موجود عنده. نقول إنه الذكر هو سبب ما بيخلي الأنثى تقوم من على الفراخ، أو خايف على الفراخ ما يضرب من الذكر، مو موجود عندها. رجعنا الذكر لعندها أيضا لحتى نشوف إنه ليش السبب، إنه ممكن يكون الذكر عدم وجود، عدم وجود الذكر. رجعنا الذكر لعندها أيضا ما طعمت. اللهم صل على سيدنا محمد. ما خليت طريقة، ما في أزواج طبعا ما خليت خلاص، حطت براسة ما طعم الفرخ، يعني ما راح طعم الفرخ. حتى تدخلت انا صرت طعم الفراخ غير يدك اطعميهم، خلطت او واحد وش. طبعا انا كضيق عمل، عفوا كضيق وقت وكثرة عمل، مستحيل الحق على كل الازواج اللي عندي لحتى اطعميهم على السيرة. هاي شغله. فنصيحتي لكم كمربي اللي فشل بهذا الموسم، اللي فشل، وبعرف في ناس كثير بيجحل، الله يعطيه العافية، وانا بقولكم عندي انا صار في عندي ازواج ما انتجت معي مثل ما بدي، وفي عندي ازواج حققت انجاز عطتني 10 و15 و20 فرخ في هذا الموسم، ولكن هاي الضربه اللي صارت هي تقلبات المناخ. تقلبات المناخ هي اكبر ضربه كانت لمربي طيور الكنار بحصول لموسم 2024، وهذا السبب الرئيسي كان عند جميع المربين. وشغله ثانيه النقطه السوداء، وشغله رابعه الغذاء، الغذاء البذور، البذور عم تكون سبب رئيسي للأمراض وسبب رئيسي لموت الفراخ. البذور يعني الدفعات اللي جابوها لهون على تركيا والدفعات اللي اجت على الوطن العربي بنسبة كبيرة بذور مضروبة. فلا تحط الحق على نفسك وتقول أنا السبب، في عندنا كثير عوامل نحن كمربين ما فينا نتدخل فيها. وآخر شيء، كل شيء قسمة ونصيب من الله سبحانه وتعالى، كان رب العالمين يوزع الأرزاق ما فينا نحكي ولك، ولكن نحن نرجع نقول للأسباب. يعني السبب كان تقلبات الجو، سبب كان الغذاء، سبب كان الماء، الأدوية، طريقة التغذية لهذه الطيور. بالنسبة للأسئلة والاستفسارات اللي عم تجيني بالتعليقات، رح خصص لكم يوم يكون في لايف جاوبنا على جميع الأسئلة عن طريق اللايف. وشغلة تانية رح احكي عنها بشكل مبسط، رقم الواتس اب لحد الان موجود، رح احط لكم الرابط بالرقم بالوصف، اي سؤال او اي استفسار فيكم تسالوني عن طريق الواتس اب. ولهذا القدر نتفق معكم بهذه الحلقه، بتمنى تكون نالت اعجابكم، لايك وشير واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.